ما سمعت ما هنا الكلام، يبقى بيصل طبعا. الراد، الراد على النبي، راد على من؟ على الله. لا إله إلا الله، تمام. تمام، الإنسان، جيد، الإنسان خطأ، بس أحسنت. خاطئ ففاطمة، أن تذكر إنسان خطأ. ردت على النبي، ردت على أبيها. نعم، ردت على أبي أنا من ناحية لا أستطيع تكفير أي إنسان، لأنه هذه الشغلة بدها علماء كبار، لا أستطيع نكفر عن أي إنسان كان، أي ما كانت معاصيه. أنت وين جاي تتكلم خطية؟ وين جاي تتكلم؟ هذا يا شيخ، خلينا نحكي ننسى عن المسخرة. واحد، ولا تنسى يعني في حديثنا الرسول في القرآن مذكور: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضت الناس من حولك. أنت كلامك يعني مع المشاهدين أغلبيته عم تتمسخر، أنت الآن مسخرة يعني وين صراحة. رحت أنت؟ هاي شو فيها؟ أنت وين رحت؟ جاي نحكي على أنا فاطمة ما وأبو رحت، أنا بكر. عم كلمك بس أنت عم تجيني بطاقة مسخرة. مين متمسخر؟ حضرتك هلا عم تسألني وين رحت وين رحت. اي وين رحت لين غيرت الموضوع؟ أنا ما غيرت الموضوع، لا بس غيرت، إنه احنا أنت عم جالسين تقول إنه نتكلم انه فاطمة ردت مين حديث اللي كفر، ابوها، مين كفر فاطمة عليه السلام؟ ما حد كفرها بالموضوع خالص. ردت حديث ابوها والراد حديث النبي، راد على الله. شبيك؟ لا إله إلا الله، لكن هي بجوز بلحظاتها غضبت، يعني إيه؟ مو دوما أها جيد، أنت الآن تقول بلحظتها غضبت، لا دوما، صح؟ عائشة تقول دوما إلى أن ماتت. يلا حلو. هذا في حديث، في حديث مسند او صحيح ان بقي غضبان حتى ماتت. إيه؟ هو وين نفسه، هو الحديث؟ هو الحديث اللي بعد هو الثقافة المياه. نفسه، هو نفسه. ادخل على الجوجل، ادخل خطير، تعال تمام. ندخل على الجوجل. أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأل ميراثها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله عليه على رسوله. جيد، وفاطمة رضوان الله عليها حينئذ تطلب صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم جيد. في أن المدينة وكتاب وما بقي من خمس من خيبر، خمس. خمس خيبر، فقال أبو بكر أن رسول الله قال: لا نورث ما تركناه صدقة. جيد، تمام، جيد. الآن مشي، امشي هذا الكلام. فأبى أبو بكر، اذهب إلى هاي الكلمة، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، صح؟ لا نورث ما تركنا وصلت، إنما يأكل آل محمد بعد، ابن بعد محمد انزل تحتها، المعز. انزل، انزل، اترك عنك هسه، هاي انزل، هاي هو جاي يتكلم. انزل إلى، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا. على أبي بكر من ذلك، فهل لم تكلموا حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله أها عليه وسلم؟ خلاص 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 خلاص، ليش تقرأ وحدك؟ مو عيب؟ عيد من جديد، عيد. فأبى أبو أوكي. بكر، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، فوجدت فوجدت فاطمة فاطمة عند على أبي أبي بكر بكر من فهجرته، ذلك فلم، فهجته، فلم تكلموا حتى توفيت وعاشت بعد خلاص خلاص رسول خلاص صلى الله عليه خلاص وسلم. خلاص، فلم تكلمه حتى توفيت. الحجة اللي تمام. كانت عندك الوحيدة، الوحيدة، إنه فاطمة غضبت ثم رضيت، الآن تبين إنه هي بقيت غاضبة إلى أن ماتت. تمام. بعد طيب بعد ما استلم علي عليه السلام، الآن ما علينا، لا تروح الميراث لعلي، بقي الميراث. ما علينا، ما علينا بعلي الآن، موضوعنا بهذا، ما علينا. تمام، الميراث بقي العهد مع علي. الآن ما علينا بعلي الآن، إيش دخل علي ليش أنت هيك تسوي؟ مو عيب، إيش دخل علي؟ ليش تقفز؟ أنت حاط، اللهم ارضى عني. مع العلم أنت حاط صورة أرنب. يعني ما شاء الله قفزتك منك وبيك. طيب حاط، حاط شيخ، صورة أرنب. ليش شوف، تجي منطق المسخرة؟ خلك، خلك محتوى. أنت جاي تتمسخر، أنت أنا ما عم أسخر، لا لا جاي تتمسخر، أنا هذا جاي، أنا الآن أبطلت حجتك الوحيدة في الدفاع عن فاطمة، إنه هي غضبت ورضت، الآن بينت لك إنه هي بقيت غاضبة إلى أن ماتت، أنت راح تقول لي علي، تمام، هذا بس تمسخر، أعطيني لا هذا تمسخر، عيب عزيزي، عيب وليدي، عيب.
انت هيجي هيجي الان ما عندك رد، فايش تسوي؟ تروح تسال علمائك، تقول لهم انا رديت على القريشي على ان فاطمه غضبت بنفس اللحظه ورضيت، وهو اثبت لي انها غضبت الى ان ماتت، فما هو الرد؟ كيف نعالج هذا الموضوع؟ كيف ارد عليه؟ لان حسب هذا الكلام معناها فاطمه في النار لانها بقيت غاضبه على سنه النبي الى ان ماتت. جيد، من تريد تقفز تغير الموضوع اتصل في البرنامج المفتوح. شكرا لك. اعطيه، هو محاط صوره ارنب ما شاء الله عليه.